الدوامة مع محمد الخماسي. يا فهم على الراديو، اهلا وسهلا ويا مرحبا. سلام عليكم الناس الكل قاعدين تسمعوا فينا وين ما كنتوا، داخل او خارج حدود الوطن، وين ما يوصل لكم صوت يا فهم. نقول لكم ان شاء الله نهاركم زين ونهاركم اسعد الايام. سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثالث من برنامج الدوامة، حلقة جديدة وضيف جديد. ضيف اليوم من أكثر الشخصيات اللي نستناو ظهورهم، نستناو كلامهم في السنوات الأخيرة، على الأقل عام ونص عامين تقريبا، كل تصريح كل ظهور يكون عنده أهمية ونتبعوه برشا. ضيفي من أهم الجيوش البيضاء اللي سهرت وقاعدة تسهر وقاعدة تحرص على سلامة المواطنين من الفيروس هذا اللي يواجه فيه العالم واللي تواجه فيه تونس. طبعا ضيفي هو مدير معهد باستور، رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد الكورونا. نحكي معاه على القرارات الأخيرة للجنة العلمية اللي قاعدة تلقى في انتقادات كبيرة. نحكي أيضا على إقبال التونسي على التلقيح الفاكسان الحجر الصحي الشامل، مدى نجاحه الفترة الأخيرة، الكلام اللي قاعد يتقال والأرقام، هل فعلا نجمو نحكيه على موجة رابعة والموسم الصيفي، كيفاش باش تكون الإجراءات. كل هذه القراءات ناخذوها بعد شوية. السؤال الأهم يبقى، تلقيح أسترازينيكا هل اليوم عنا فيه الضمان ولا هل التونسي عنده ثقة في التلقيح هذا للإقبال عليه؟ سعيد جدا باستقبال ضيفي لليوم السيد هاشمي الوزير. سي الهاشمي مرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك وشكرا على الاستضافة. شكرا لقبول الدعوة، سعيد جدا أنك موجود بحذايا. نعرف الفترة الأخيرة كل الأنظار تتجه للجيش الأبيض، دونك تحية إكبار الساعة لمجهوداتكم الكبيرة للكل، وتحية للمجهودات المتواصلة وحرصكم على سلامة التونسي. ومدوا بالمعلومات أول بأول، برنامج الدوامة يبدأ بالالتزام هذا. سي الهاشمي نعطيك تقراه ثم نبدأ الحوار. نقراها بالصوت لو تسمح. بالصوت. الممضي أسفله سيد الهاشمي الوزير، أتعهد بأن أكون صريحا وجريئا وأجيب على كل الأسئلة، وأنا ألتزم بقواعد البرنامج، وأنا أكون صادقا وحريصا على حق المستمع في معرفة الحقيقة كاملة، وأتحمل مسؤولية فيما أقول. الضيف ونصحح محمد هاشمي الوزير. نحب نزيد نعمل تصريح آخر، أي خاطر باش نحكيه على التلقيح. نحب نقولك اللي ما عندي أوكا ليان دانتيغي، معناها ما عندي حتى علاقة لا بالصانع لا باللي يصنع ولا بالواحد نتاعو. وكيفاش نتكلم عن التلقيح؟ باش نتكلم بكل نزاهة معتمد على الأمور العلمية، عندنا ثقة في هذا طبعا. تقبل تصحح لي سي الهاشمي؟ شكرا. بعد ما صححت نقول لك مرحبا بيك في الدوامة. الدوامة. شكرا شكرا لقبول الالتزام سي الهاشمي. البداية أول فقرات الحوار نخرجوا للشارع التونسي، نسألوا عليك ونعطيك أهم الأسئلة اللي يسألهم التونسي فيما يخص الموضوع هذا. السؤال الأولاني، هل لقح سي الهاشمي الوزير وإلا لا؟ التونسي يحبوا يعرفوا. والسؤال الثاني، قديش وصلنا من سلالة تونسية تقريبا؟ أوكي، السلالة الأول لقحت صحيح، خذيت الجرعة الأولى ومن بعد خذيت الجرعة الثانية فايزر، خذيت انا سبوتنيك وقتها. سبوتنيك انا أوكي. كنت مقيد وقت اللي استدعوني كان فما سبوتنيك، خذيت سبوتنيك والحمد لله، معناها ما جاتنيش اعراض جانبيه والحمد لله، وكملت نخدم وما فما حتى اشكال. السؤال الثاني سمحني. السؤال الثاني، قداش عندنا من سلاله تونسيه؟ نسمعوا في ارقام. اغزر هي تقول سلاله تونسيه، بون من العرش كان نحكيو على سلاله تونسيه، لكن السلالات بصفه عامه اللي هي التغيرات تصير في الفيروس هذايا اللي هو فيروس ايغان، وكي تصيروا لي كوبي نتاعو تعمل النسخ نتاعو تصير الغلطات هذيك اللي تؤدي الى تغيرات، والتغيرات فما اللي تقتل الفيروس وما ينتشرش، وفما التغيرات تعطيه ان بلس تقويه ينجم ينتشر بسرعه. على ذاك السلالات اللي هي تنتشر بسرعه هي تولي دومينانت من بعد. احنا في تونس عرفنا السلالة الأصلية هي ووهان، وبعد شفنا هكا بعض التغيرات اللي هي فيها تغيرات نلقاه في سلالات أخرى، لكن موجودين أيضا في السلالة اللي ظنيناها فنظنوا اللي هي تونسية على خاطر ما لقيناهمش في سلالات أخرى. لكن بصفة ضئيلة جدا نحكي في بالنسبة للعينات اللي صار معناها التحليل فيها، وتوا السلالة اللي عندنا واللي هي الدومين واللي هي متواجدة أكثر من 90% هي سلالة البريطانية.
السلالة البريطانية هي هي اللي موجودة أكثر انتشار في تونس. هي أكثر انتشار. السلالة الهندية الجنوب أفريقية. مش موجودة هندية. جنوب أفريقية صاروا كما تعرف توا لها منعرفش معتين ثلاثة صار إعلان على وجود حالتين حالتين اللي عندهم سلالة هذه، لكن نحب نقول حاجة، التحليل صار بالبيسيخ اللي هي بيسيخ تمشي تثبت نوع السلالة أيضا. لكن فيها دي زانسيرتيتود ماهيش صحيحه 100% البي سي ار 30% يلزم 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 هو يلزم تصير التقطيع جيني بعد البي سي ار باش تتاكد من نوع السلاله. هذاك مازال ما صارش، والسلاله اللي شافوها بالبي سي ار هذيا لها في هي شافوها على عينات كانت ايجابيه من قبل وموجودين في الكونجيلاتور. وقت اللي الناس بدينا نعملوا تحاليل ونجبدوا من الكونجيلاتور باش نثبتوا شنو اللي جاء قبل وش ما جاش، طحنا بهالك هذوما اللي هما بعدها معناها لهم بعد بشهر نجم نقول لك انا فقنا كي صارت ايتود حول الحالات هذيا. اولا ما صارش انتشار نتاع النوع هذا من السلاله. ثانيا لقينا حتى الناس اللي حولهم عندهم سلاله البريطانيه جنوب افريقي دونك ما انتشرش، مازال ما صارش التقطيع اللي باش ياكدها. هي نجم نقول لك انا نجم تكون ماهيش متاكده او نجم تكون ما دخلتش اصلا للبلاد التونسيه. واضح مرة. وهي سلاله خطيره؟ لا لا لا، هي انتشرت في جنوب افريقيا. الحاجه البارتيكولاريتي نتاعها نجم نقولوا كلمه بفرنسي طبعا هي طبعا البارتيكولاريتي نتاعها هي والسلاله نتاع البرازيل هي تولي المضادات يوليو عندهم اقل شويه نجاعه ضد السلالة هذية اللي طورهم الإنسان أما بعد تلقيح ولا بعد بصفة طبيعية بعد إصابة. مع العلم اللي المناعة ما تعتمدش كان على المضادات، تعتمد على المضادات وعلى المناعة التي تعتمد على الخلايا، احنا نقوله بالفرنسية الإيمونيتي سيلولير اللي هي تقعد باقي ناجعة. ولهذا حتى معناها السلالات متاع جنوب أفريقيا وإلا البرازيل اللي هما أخطر سلالات المتواجدين توا تقعد المناعة ناجعة خاصة في الحماية ضد الحالات المخطرة والحالات اللي تنجم تؤدي إلى الوفاة. تريبيا واضح هذوما أهم نقاط. بعد الفصل نحكيه على القرارات اللجنة العلمية، هل هي قرارات علمية بالأساس ولا تراعي أكثر الشأن السياسي؟ العام تقريبا بعد القرار اللي برشا ناس يحملوه مسؤولية اللي تعيشوا تونس الفترة الأخيرة، عام على 27 جوان وقرار فتح الحدود. بعد الفاصل يجاوبنا عليهم سي الهاشمي، وايضا نحكيه على تلقيح استرازينيكا مدى خطورته ومدى اقبال الناس عليه ومدى ثقه التونسي في المنظومه هذه في منظومه التلقيح. الحملات التحسيسيه وين كيفاش، وهل الكاميرا كاشي اللي صارت في رمضان انجولينا 19 عاونت او ضرت بشكل مباشر او غير مباشر بحمله التلقيح؟ بعد الفاصل خليكم معنا راجعين. الدوامة مع محمد الخماسي. إيه فيما على راديو، مرحبا بكم جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا. نرجع ونكملوا حوارنا في الدوامة في حلقة اليوم. ضيفي هو مدير معهد باستور، رئيس لجنة قيادة الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا، رئيس أو مدير معهد باستور تقريبا من 2007 سي الهيش. صحيح من 2007 ما شاء الله الأكثر ذا اللي قاعد في لا 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 قعدوا برشا اكثر. انت توا سالت سؤال، كي تجي تشوف مديري معهد باستور اغلبيتهم قعدوا فتره طويله. حتى من اول ما تعمل معناها نقول لك شارل نيكول قعد 37 سنه. اوف ما شاء الله. وانا واللي عرفته اللي كنت وقت اللي جيت لتونس ما فما سي عمر شادلي هو بيدو معناها قعد فتره لاباس بها 20 سنة بعد نحى وقت اللي صار التحوير نتاع 7 من نوفمبر كانت تتفكر بالضبط. فهمت جاسي قصي دلاجي وقتها اللي زاد خدمت معاه خاطر انا وقتها بريسك ولا بعد شويه روحت من كنت في فرنسا ورجعت لتونس. هو بيدو معناها قعد يظهر لي 17 سنه ولا حاجه هكا. فوالا اليوم ما شاء الله نحكيوا على 14 سنه تقريبا في معهد باستور و لا اي والله 14 سنه اي بي. ما فقتش بهم الوقت يتعدى بزربه خاصه المده السنين الاخرى هذه الوقت يتعدى بزربه وخاصه السنين الاخرى. ظهر لي العامين الاخرانيين هما اللي فيهم الاكثر خدمه ولا في معهد باستور كيفاش العمل اللي يكون في خارج ظروف الكورونا قبل الكورونا شنو كان باستور برينسيبال موتون بعد نرجعوا للكورونا؟ لا هو معناها مازال باقي يخدم معناها في البحث العلمي في الامراض المتناقله في معهد باستور مع فيه معناها التحاليل والمخابر المرجعيه فيه معناها البحث العلمي اللي اكبر مؤسسة بحثية للبلاد التونسية مهما كان الاختصاص.
اوكي. وايضا معناها نصنعوا التلقيح والامثال، معناها فريمون عنده عده مهام، وهذوما كلهم معناها يقوموا بهم شبان ومعناها باحثين واطباء وصيادله واطباء بيطريين وناس اللي عاملين لي بي اتش دي احنا نقولوا، وعندنا عدد كبير معناها من زملاء اللي يخدموا في الميادين هذيا، ومعناها عندنا كيفاش نقولوها فيزيبيليتي في تونس وفي الخارج خاصه في الميادين اللي نشتغلوا فيها واللي عندنا فيها معناها تقدم. بون وقت اللي جات الكورونا صحيح اللي بدينا باللونج نتاع التحاليل اللي كثفنا ومعناها حلينا، وعندنا مخبر احنا دو اوت سيكوريتي هو دو نيفو 3 احنا نقولوا اللي هو ما كان لو سول ان دي غار في البلاد التونسيه اللي استعملناه والحمد لله، خاطر هو نقول استعملناه خاطر هو كان في مشروع مازال ما كملش مازلنا حتى اون با ريسو مي اون ا كومونسي بدينا نستعملوا فيه، وهذا ان دو هبه من فونداسيون ميريو ونشكرهم بالمساج معناها خاطر مكنونا باش فريمون نكونوا منظمين بالكدا اون توت سيكوريتي نعملوا في التحاليل هذيا. ودخلنا ايضا حتى في مشاريع البحث توا ملي جات هذه الأزمة الكورونا، عندنا عدة مشاريع بحث جديدة اللي هي الهدف نتاعها حول حاجات بحثية واضح في علاقة بالكورونا. واضح تريبيا. برشا ناس يقولوا فقنا بهشاشة المنظومة الصحية في تونس في زمن الكورونا، فقنا ضعف، عندنا ضعف ريالمون بيان سور سورتو المنظومة الصحية، معناها كي نقول المنظومة الصحية معناها المنظومة اللي تهتم بالمرضى كيفاش يمشي والإمكانيات المستشفيات، أسرة الإنعاش، أسرة الأكسجين، هذا كل معناها صار، وبما فيهم نجم نقول لك حتى أنا أو نيفو معناها مانجمنت وجيستيون، معناها صاروا لنا حاجات اللي كيف جينا في السيتواسيون الوضعية الأورجنت اللي باش ناخذوا قرارات ولا باش نمشيو في حاجات باش نعملوها، لقينا ساعات حتى أمور نقول لك قانونية اللي تمنع، أمور قانونية تمنع، أمور قانونية تمنع، نجم نحكي لك حكاية معناها شيء دوق مثلا وقت اللي احنا كثرت الخدمة وحبينا ناخذوا دي ريكروتمون سوغ لي فون بروبر معناها على الموارد الذاتية الذاتية نتاع المعهد ويلزمنا ناخذوهم على خاطر فما ناس من الأول كي بدات الجائحة الناس يخدموا صباح وليل يونا يو والحمد لله ونشكر داير جماعة معهد باستور اللي شاركوا في العملية هذه دي فولونتير، ناس كانوا متطوعين باحثين في أماكن أخرى طلبة في معهد باستور وقت اللي جات الجائحة. انا من الاول وقت اللي تفكروا الكوفر فو انا قلت لهم بون اللي نجم يخدم على البعد يخدم عن بعد كذا، فهم برشا ناس قالوا لا نحبوا نجيو احنا نخدموا في الدياغنوستيك باش نفيدوا به دونك هذاك خدمه الناس وبارك الله فيهم وفريمون نحب نحييهم على سيت اوكازيون، مي ولكن بعد 5 اشهر و 6 اشهر عام ناس رجعت للسيرفيس نتاعها على خاطر فما امراض اخرى نعم نخدموا عليها، فما ابحاث فما برودكسيون اكسيتيرا، دونك حبينا نعزوا الفريق ب عناصر جديده انتداب ناس سوغ لي فون بروبر شنو يلزمنا نطلبوا الوزاره نقولوا لها بربي نقترحوا باش ناخذوا انتداب في مجابهه هذا وهذا وهذا وراهو نحبوا الموافقه نتاعكم، قالوا لا حسب الفصل ما نعرفش قداش فصل الاخر راهو ما عندكمش الموافقه حتى نشوفوا كيفاه اكسترا في سر الكل معناها حتى أنا وقت الازمه معناها حتى وقت هذاك واحد يلزمه ينزل ويلزمه يعمل ويلزمه يطلب ويلزمه معناها بيروقراطيه القاتله باش نوريك اللي لو سيستيم معناها انت كي تاخذ سيستيم كان هو لو سيستيم ايتي سوبل الامور مريقله وكل شيء تنجم تتاقلم بسرعه مع الامور الاستعجاليه طبعا كي تبدا عندك ان سيستيم بلوكي واللي باش خاطر كي تطلب انت ترخيص عندك ورقه باش تجيك اللي باش يعطيك يقول لك شي تقول لك هاو هذا جاب وهذه عندك الحق لا فونكسيون بوبليك ما عندكش الحق مال. في الامور معناها في كده انت فونكسيون بوبليك باش تنتدب يلزمك رخصه ترخيص وعلين انت والا تاخذ عرضي تاخذ عرضي لهذاك شو اسمه لي سيزوني وتنجم تخلصوا معناها بالنهار ومن بعد ما عنده اوكون سيكوريتي حتى ثمن اجتماعي دونك هذا اعطيتك ان دي زيكزامبل اللي نوريك اللي شيء حشم سامحني حتى في الكلمه مش حكيتي حشم هذاك لو سيستيم اللي لكم ساعه اون با دوني دو سوبليس وقت اللي تبدا في الواجهه يلزمك انت دابور اون برون دي ريسك طبعا انت باش تجيب ناس وتجيب واحد حتى العرضيين توا اللي يجيبوا فيهم مثلا ما عندوش سيكوريتي سيتي على خاطر يخدم جورنالي وفما ان سيستيم صحيح لازم تعمل له سيكوريتي لداخله كان تصير له حاجه دونك بون الامور معقده باش نقفلوا بيه بارونتيز وهذا كله معناها انا قلت لك على خاطر نتداولوا فيه في وزاره الصحه ونراو المشاكل هذه ساعات حتى في امور اخرى حتى دون دي كوموند رابيد اورجونت بما فيهم التلقيح دونك هذا ماذا بينا دو توت فاسون احنا نتعلموا وبعد الجائحة هذه جو سوي سيغ اللي ان شاء الله تتعدى برشا نقاط لازمها تتراجع نخرجوا اقوى على خاطر فما دروس خذيناهم ان شاء الله خذيناه فوالا ان شاء الله خذيناهم بعين الاعتبار باهي في النقط في المانجمنت والجيستيون كما قلت انت التواصل مع الاعلام
قرار غريب بعض يعني كيني فيه نوع من تنظيمي اوكي، لكن فيه جانب كبير من السنسر، مش الناس كل عندها الحق تحكي على الكوفيد، على يعني بعض الاسامي معنيين كان باش تسال على كورونا لازم الاشخاص هذوما، ثم ليه بلاغ يهبط فيه اسامي معينه شكون نتعاملوا معهم شكون نسالهم، الغايه من هذا اغزر لي انا يظهر لي اللي مهما انسان هو حر، يظهر لي معناها ان مهما كانت الصفه نتاعو اللي فهمته واللي خرج في ما نعرفش ايش يقولها منشور بلاغ اللي هو معناها اللي يتكلم باسم اوفيسيال، فهمت معناها كي باش يتكلم هو باسم مؤسسه قوميه ولا باسم المعهد مثلا يقول لك هو فلان الفلاني وفلان الفلاني غير هذا يقول لك ليه لا مش غيرهم هو 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 اغزر لي انا يظهر لي هذا هذه قراءتي للواحد باه مهما كان الانسان اللي يتكلم باسمه الخاص ما فهم حتى اشكال اوكي انا بدي نعيشها عيشها زادة نقول نعيشها في معهد باستور فهمت كي انسان باحث ولا اللي هو يتكلم باسمه ولا حاجه دونك هذاك حر كي يجي هو يتكلم باسم المعهد دونك تبدا امينيموم باش يبدا معناها المعهد يبدا في باله بيه ولا ينجم يعطيه دي كونساي ولا ينجم ما فيها بس هذا معمول بيه في كل شيء معناها دونك فما ناس يتكلموا باسم اسكاليتي اما الاخر ما فما حتى اشكال انا هكا راها تنظيمي بالاساس يعني ما فما منه حتى شيء اخر برشا هي صارت بعد ما صارت معناها الناس اللي هما تابعين معناها الصحه القوميه واللي تكلموا في ميادين اللي هي كانت ضد ولا مهاش متأقلمه مع النجم أما الواقع وإلا لو بوان دو فيو اللي كان أوفيسيال اللي هو ينجم يخرج باش ما يصيرش بتاتر برشا معناها كيفاش يقولوها دي 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 كونتراديكسيون بتاتر صارت الحكاية هذه لكن أنا متمسك يا خويا بالحرية التعبير واضح ممتازه النقطه هذه ولا. كل واحد حر ينجم يعطي راي نجي نجم نقول لك انا توا نتكلم باسم انت قدمتني كمدير معهد نقول لك هذه نتكلم باسم هكا ولا باسم لجنه القياده وانا رايي الخاص يكون هكا ونجم نقولها ما عندي حتى مشكل ورايك الخاص يتضارب ولا يتماشى مع ساعات نجم يتضارب باه باش نحكيوا على المواقف وقتاش يتضارب وقتاش لا بعد شويه هبني خو رايك في بعض القرارات ظهر لي من المفروض اليوم فما اجتماع للجنه العلميه فما اجتماع توا تو خليته انا وقصيت عليه باش نجيكم من هنا الله يخليك شكرا ليك باش ننوروا راي العام زاد اللي قاعد يسمع فينا اهم المحاور اللي فيه والله المحاور هي نتبعوا الوضعيه الوبائيه اللي قدمتها لنا زميلتي الدكتور نساء بن عليا نشوفوا الاجراءات اللي صارت نشوفوا الوضعيه خاصه الوبائيه الضغط على المستشفيات وكان فماشي معنا مقترحات خاصه توا اللي نشوفوا فيهم وندقوا ونحاولوا معنا ناخذوا جميع الاحتياطات هي عمليه القدوم الى تونس شنو ما يلزمها تحاليل كان يلزمها الكونفينمون اوبليغاتوار في الاوتيل مش في الاوتيل ملقح مش ملقح هذا كل سي دي بوين امبورطون اللي لهي نشوفوا فيهم توا هذوما نقاط اللي قاعده تحت الدراسه ثم ايضا نقاط على التلقيح ايضا وكيفاش يقولوها اقبال التونسي على التلقيح اقبال وخاصه معناها الترفيع في نسق التلقيح نسق بطيء الى حد الان ظهر نسق هو بدا يعلى لكن مازال بطيء مازال بطيء من بعد عندي الارقام نعطيك قداش الارقام وتاكدهم لي ولا لا به من بين المحاور باش نحكيوا على الحجر الصحي اللي صار الحجر الصحي الشامل اللي صار الايامات اللي تعداو لو نعتبروه حجر صحي شامل خاطر حتى تفضل اخويا انت احكي وانا قل لي هل كان حجر صحي شامل ناجح اغزر لي انا ما نجمش نقاوم على خاطر مش ساهل باش انت تعمل ديسيزيون وتشوف كان طبقت ولا ما طبقتش يلزمها عده وسائل باش تعرف اللي كان الناس تلبس ما تلبسش البافيت كان الناس تخرج ولا ما تخرجش يلزم تعمل سيستم يتبع هذايا الحكايه بون دونك حسب رايي ما صارش تقييم علمي من ناحيه اسكو الحجر الصحي اللي صار هو عطى امباكت والا لا للتقلص ولا لستابيليزاسيون في عدد الحالات هذا من من ما نجمش نقول لك لكن اللي نراو فيه هكا بصفه عامه لو فات اللي ناس تنقص السيركولاسيون من اوقات معينه لو فات اللي ينقصوا التجمعات لو فات اللي هذاكم كلهم حاجات اللي ينجموا ينقصوا من العدوى لكن كمية قديه بالضبط بالنسبة المئوية ولا بالعداد ما تنجمش صعيب تلقاه به مثلا مدام سونيا بشيخ الوزيرة السابقة اللي نحيوها كان ضيف خلود مبروك اليوم في 90 دقيقة تتسائل قالت يا أخي نحن كنا في حجر صحي شامل ولا الحق في ذلك ذا اللي باش تسأل لخاطر كي نشوفوا مع قرارات الحكومة الإعلان على الحجر الصحي شامل نهارين تقريبا قبل العيد
وشفنا الناس كيفاش في التنقل بين المدن وكل. هل تقولي لي كم شي يصير في جمعة نعملوه في نهارين وتتحسر العبيد وتتلم؟ شفت ذا اللي تساور كيف تونس الكل. شفت وهوني باش نحكي معاك سي الهاشمي كمواطن وكدكتور بالأساس، ما نخافوش هكاك على التوانسه، ما نقولوش العدوى تزيد هوني، تنجم تزيد بيان سور. انت كي تجي كيجيو الناس الكل وفي عدد ما ونسبه كبيره وكلهم باش يلديسيت باش ياخذوا باش يمشيو ولا يخرجوا من ديارهم ولا باش يمشيو يتنقلوا، صحيح هذا عامل من العوامل اللي ينجم يؤدي الى انتشار الفيروس. يسوفي باش واحد يبدا عنده الفيروس ينجم يعني عدد فوالا هذا واضح هذا. وشفنا تجمعات كبيره معناها اي اش تعمل. انا بون نقول لك احنا توا كيف نرجعوا للحكايه الديسيجن، معناها الكونسي سيانتيفيك مع الاستشاره من بعد ومع الحديث اكسيتيرا ظهر له اللي معناها انتشار معناها كان كبير، كانت وقتها العدد نتاع المرضى جدد في تصاعدي، عدد الوفيات تصاعدي، وحبينا حتى من قبل احنا يلزم يفو فيغ اون اكسيون. جات فرصه، نقول لك جات فرصه علاش؟ خاطر هي بطبيعتها احنا ما بتعرف كي تاخذ حجر صحي اكسيتيرا عندك حكايه الناس اللي تخدم اكسيتيرا هو جاي ديجا اربع ايام ولا عيد دونك ليدي. والناس يقول القائد يقول لك خلي الاربع ايام ديجا تعمل كونفينمون جينيرال وتزيد نهارين سبت وحد بعدهم وتزيدهم النهار قبل اكسيتيرا، تنجم تكون معناها اوبورتونيتي باش تقلص من انتشار الفيروس. وباساج توا الحالات من وقتها لتوا نجم نقول لك استقرار في نسق حتى تنازلي ممتاز وهذا حاجه باهيه. بون تقول لي انت كالي الامباكت نتاع هذاك على العدد ولا الاستابيليزاسيون، ما نجمش نقول لك بالضبط انا شنو نجم نقول اي سو بو مثلا بتات كما عملنا شيء راهو كيف كيف في تنازلي انا ما نظنش فما امباكت كمام ياوي كلكو شوز. بون بعد حكايه مدى تطبيق الاجراءات وكيفاش الناس تتفاعل معها وكيفاش الانسان كي هو يسمع لي كونفينمون باش يجي نهار السبت من نهار الجمعه يهز ويمشي وكل ويتلم الكل في المحطة وانت تنجم كنت تعرف قديه الناس هذوك من النسبه نتاعهم ولا العدد نتاعهم. بون يا في كل القرارات في معناها كي نرى حاجه هكا بعد ما صارت وكل شيء يلزم دي ميزور داكومبانيمون يلزم اجراءات اللي مرافقه مرافقه فوالا مالوغوزمون. بون نفهم من كلامك تجاوزنا الذروه على المرحله الثالثه ان شاء الله تجاوزناها فوتنا التروزيام فاك ان شاء الله. هاني قلت لك انا إن شاء الله. انا تو كنت مع زملائي في اللي انا كنت عند بعض في المجلس العلمي تاع اللجنه العلميه دونك هما يقول لك الضغط مازال صحيح معناها الناس اللي يخدموا في المستشفيات الضغط مازال على اثره الانعاش ومازال تو دوكيباسيون ساتوري ذا هلي مازالوا ساتوري اي فهمت مازالوا مش ساتوري 100% اون فادير مي مازال فما ضغط معناها كيف يكلم واحد يلزمه يكلم اثنين ثلاثه يمكن أخسر. انت ما تحبش تقول توا ارقام مفزعه نتفاهم هذا ونحن نحبوا ميساج ايجابي انا نقول اللي هو اللي موجود ما عنديش الارقام اما نقول لك الدكتوره جليله بن خليل قبيله تقول توا مثلا نحب باش نرقد واحد ما لقيتش فرش عندي هي بحثت له القسم اخر فوالا هذا انا نعيشه يومين مع الاصدقاء اللي يقول ما لقيتش مع العائلة اي فوالا ساتوري كان موجود باكثر حده وقت جمعتين وثلاثه التالي وكانت الناس قبل ما تمشي للانعاش تعدي برشا وقت في الاستعجالي وياخذوا الاكسجين ويبداوا يستناوا في الاستعجالي وساعات كان معناها لاندوي دي روتار باش يوصلوا الناس والداوي وكل شيء. بون توا خير شويه ما عادش فما المستنيه في الاستعجالي، الناس نجم تلقى بسهوله اكثر اما مش في معناها دو فاسون سيستيماتيك. حبيت نقول لك هذايا واللي هو دونك يلزمنا احنا خاطر المشكل نتاعنا مشكل نتاعنا او دولا دو لو نومبر دو كا طلع وهبط وكل احنا عندنا منظومه صحيه ما نحبوهاش تنهار، هذا هو المشكل. بلدان كيما فرنسا مثلا عندهم اكثر حالات منا حتى بالنسبه مقارنه للبوبيلاسيون نتاعهم العدد السكان اي كي نعملوا بالنسبه لعدد السكان عندهم اكثر حالات وفيات وعندهم اكثر حالات نتاع مرض اي هون يتفسر يمكن بحاجات اخرى سي الهاشمي يتفسر بمعدل الاعمار وغيره وغيره خليني من اللي نفسر فما معدل الاعمار وكل شيء لا نحكي لك هما عندهم القابليه اي فوالا المنظومه الصحيه نتاعهم اقوى تنجم تستوعب الحالات هذيك الكل. احنا عندنا منظومه صحيه مالغري اللي تقدمت راهو وتحسنت برشا في نطاق اثاره الانعاش واثاره الاكسجين بالقدا بالقدا عده اضعاف لكن بالنسبه اللي كانوا موجوده لكن كي تخلط للبيك فهمتني دخلتوا هذه سيتواسيون طوندو اي فوالا ما نجموش نقولك طوندو معناها الافكت لو مورال مخلف لو فيزيك معناها الطب والقطع ينهاروا معنويا قبل جسديا فيزيكمون ومعنويا واضح فيزيكمون تعب يخدم صباح وليل ومعنويا خاطر يشوفوا ناس يموتوا
ويبداو غير قادرين انهم اكزاكتو. بربي ما انت حكيت على الاكسجين، فما مده التالي جمعتين التالي تقريبا خرج اخبار انه الاكسجين وفيه في مستشفى صفاقس صحيح ولا اشاعه؟ لا صحيح صحيح، وصارت معناها اون اكسيون ديناميك بفضل معناها الاطارات في وزاره الصحه، والسيد وزير الصحه دخل ورئيس الديوان، تفكر وقتها انا حضرت معاه مره في اجتماع، ويشوفوا الجزائر ويشوفوا في ليبيا ويشوفوا الاماكن مصر ايضا، وجابوا كميات اللي مكنتنا توا باش نرجعوا لي ريزيرف نتاع الاكسجين نتاع المستشفيات. خرق العاده ممتاز. به الموجه الثالثه والحمد لله تعدينا، فوتنا الذروه حسب المعطيات الاوليه اللي عندنا. نجمو نحكيوا على موجه رابعه، كيفاش تتقاس، كيفاش تتعرف فيها استعدادات اخرى؟ في ضحكتك نورمال مو تطمني، لكن ضحكة تفجع هذه يا سيدي. ضحك على خاطر ساعات انتم هكا معناها الصحفيين تنجدوا تخيل كان نقراوا المستقبل، احنا ما نقراوش المستقبل. لكن علم صحيح، هو علم صحيح. علم صحيح، باش نقول لك الموجة الرابعة كان باش تجي ديبون دو عدة عوامل، ينجموا يردوها تجي ولا ما تجيش. اوكي، العامل الأول هي مدى النسبة نتاع الناس اللي عايشين في بلد ما ولا في العالم ولا في تونس اللي عندهم طوروا المناعة ولاو محميين. عمال تكبر النسبة هذيك، عمال تنقص معناها إمكانية موجة رابعة. هذه أول حاجة. الحاجة الثانية هي الوسائل الوقائية، كان مش نكملوا معناها نستعملوها ولا كان نوليو نستعملوها، كان احنا مناش اللي نستعملوا فيها. كي نستعملوا اكثر وسائل وقائيه باقي باش تنقص في معناها الوسائل الوقائيه. نحكيوا على الماسك، نحكيوا على الديستانسياسيون، نحكيوا الجيل، نحكيوا تهويه الفضائيات، مش نستعملوا، لا نحكيوا ايضا عدم معناها هذه الملتقيات والاجتماعات العائليه وكل الانواع الاجتماعات. هذا المواطن يقول لك علاش كان علي انا، كي نلقى انا احزاب تخرج بالملايين كي تلقى. نفهموا هذا، خلينا نكمل لك توريزونمون نتاع الموجه الرابعه. والجنازه انا في عائلتي ما عنديش الحق نحضر، لكن نلقى جنازه عضو ولا نائب ولا حاجه ملايين تمشي. هذه مع الاسف نشوفها، هذا ملف اخر محضر وراه دو نحكي فيه بعد. اللجنه العلميه والسياسه، خلينا نكمل لك العوامل الاخرى. الثانيه هي الوحده، الثالث هي معناها قدرتنا لتكثيف عمليه التلقيح. قد ما نكثفوا وقد ما عندنا فئه ولا نسبه مئويه تكبر، هذاك باش ينقص لنا من امكانيه موجه رابعه. والعامل الرابع وهو عامل معناها حكايه هذوما السلالات الجديده المتغيره، اوني با الابري، تنجم تجينا. نقول هذه معناها بون بخاطر لازم نتبعوها وكل شيء، سلاله جديده اللي بوتيت حتى المناعه تنجم ما عادش تاثر فيها برشا، وتنجم تنتشر كما انتشرت السلاله البريطانيه وسلالات اخرى، وهذيك تردنا معناها في حاله اخطر من وحده موجه رابعه. بون هذا كله توا كي تقول لي كي تعمل سانتيز نتاع هذه شنو اللي باش يصير؟ بون احنا اللي نشوفوا، لهين نقوموا بالاستعدادات الكامله للحكايه هذه كل بما فيهم الامور المخبريه، خاطر فما التقطيع الجيني باش نثبتوا في ماشي سلالات. وانا نبداو سابقين شويه في التقطيع الجيني، هذا عملناه راهو من قبل معناها سبقنا، وحتى كي جات السلاله البريطانيه من نقول لك انا من بعد نهارين ثلاثه لقينا السلاله هذه في نسبه 1% تولات اكثر من 90%، اكثر من 90% فقنا بها من الاول وحضرنا روايحنا اكسترا. دونك هذا كله دونك يردنا نحتاطوا. وايضا الحاجه اللي لازمنا نعملوها تو هو تكثيف عمليه التلقيح، باش نحكيو عليه. باش نحكيو عليه عمليه التلقيح. عندي هوني حسب تقرير الموقع اور ووردين داتا، تونس الثانيه افريقيا في نسبه التلقيح ب 1.51% من العدد الجملي للسكان بعد المغرب. المغرب مرتبه الاولى، نحن بعد ما نعرفش صحيح ولا انا ما نعرفش، خاطر ما عنديش فكره دقيقه على البلدان الافريقيه الاخرى. اللي نعرفه سيكو البلدان الافريقيه متاخره جدا في عملية التلقيح ونسبة التلقيح، ومع الأسف معناها تو نقول لك البلدان الغنية والبلدان اللي عندها معناها المخابر الكبرى اللي تصنع في التلقيح، مالغري معناها الفكرة من الأول وباش نعملوا كوفاكس وباش نمشيو نعاونوا باش نوفروا كميات للشعوب اللي بوتيتر عندها صعوبات باش تجيها التلقيح وكل شيء، مالوغوزمون مع الوقت اللي لاهي يتعدى لاهي نشوفوا اللي الهدف هذايا ما خلطش معناها باش يتحقق كما يلزم. بما فيهم مبادرة كوفاكس، وكي تجي تشوف توا في افريقيا معناها فما اقل من 2% من الناس اللي هما ملقحين، الوغ كو في امريكا وفي اوروبا وكل شيء خلطوا ال 50 و 60 فوتنا ال 50. دونك لهين اونكور لهين نعاودوا نعيشوا هذه ليزينيغاليتي
بين البلدان وبين الإمكانيات متاع البلدان، وحتى في مشاكل صحية واللي من الأول خممنا وفي المنظمة العالمية للصحة وجميع عدة أطراف معناها تحركوا باش نمشيوا في الحلول متاع التشارك ومتاع البختاج هذايا متاع في الأمور كما هذه، وإحنا باقي راهو في كي نعملوا البحث العلمي كل شيء باقي كي يصيروا نتائج أوني بختاج بالنشريات العلمية باش الناس تاخو فكرة كل شيء. دونك إحنا من المبدأ متاع الصحة هي كي تبدأ حاجة جديدة السوبرتاج واضح لسونس دو بارتاج موجود موجود، لكن مع الاسف كي نشوفوا توا في معناها الملف نتاع التلقيح ما صارش هذايا ما تطبقش كما يلزم، لكن كان فما وعود زاده كبيره نحكيوا ما انت زاده سي الهاشمي كنت تحكي على ملايين من التلقيح ومازالوا توا الوعود حكيت على 10 ملايين هو توا احنا توا نمشيوا في العدد قدام ديجا في مبادره كوفاكس احنا اموا مضمنين هذا موثق ومكتوب 20% ما يمكن من تلقيح 20% من التوانسة اللي هي 4.3 مليون جرعه قالوا لنا اوكي اكسترا ونجم يكونوا حتى مجانا لكلهم. دونك تو ما جا منهم كان هاتوا نقول لك بالضبط جاوا منهم 200 بوم حوالي 300,000 اقل من 10% من الكميه الكامله اللي كانها تجي. بون صار تاخير وهذوما زاد ما جاوش في الوقت، معناها فما حاجات كنا نستناو فيهم من شهر مارس. شنو السبب يقولوا المراسله نتاع الدوله ما والحكومه ما راسلتش؟ ما عندهاش حتى علاقه لا بالمراسله لا بالقوانين، خاطر فما ناس قالوا القانون وكل ما تاجلش معناها الساده النواب معناها سرعوا في تعديه هذه القوانين اللي نتاع حكايه الاسيورونس ومدرا شنو هذاك كله صار في الوقت. الأمور عندها علاقة في القلة الجرعات الموجودة عالميا وفي البلدان الكبرى اللي خذت وضمنت ما يمكنها تلقيح شعبها 3 أو 4 مرات فهمت؟ هذا سي نراها أنا كم انجستيس ظلم، ومعناها ما مشيناش في حاجة دون لو فري برينسيب نتاع لو بارتاج هذا فريمون سي دوماج. هوني فما اختراق كاين به منظمه الصحه العالميه وين في هذا؟ هي تو المدير العام تاع المنظمه العالميه للصحه هو بيدو معناها يقول لونغاج اللي نقول لك فيه هنا يقول لك مع الاسف هو تو يحث تو لا يعيط عمل ابيل للامريكان والاوروبيين اللي يحبوا يلقحوا الصغار نتاعهم قالوا في عود تبداو تو تجبروا ولا تعملوا عمليه تلقيح للناس اللي عمرها الشباب اللي عمرهم اقل من 18 واقل من 16 سنه قال لهم هذوكم خليهم بعد هات نعطيو الجرعات هذه للناس باش تلقح الناس الكبار اللي كان يجوا من المرض ينجموا يموتوا. دونك فوالا هو يقول في الكلام هذا زاد هذا الكلام اللي يقول فيه به. اليوم عندنا اكثر من 1,700,000 تونسي مسجل، لكن تقريبا اقل من نص ولا اقل بياسر من الناس اللي خذت التلقيح نتاعهم. عندك الارقام؟ عندي الارقام. قداش من واحد اليوم؟ انا قبل بون هذه شفتها دخلت للسيت تو ساعتين ولا ثلاثه التالي فما 620,120 توانسه اقل من نص اي اللي خذاو اموا جرعه اولى. باهي نجم نقول لك حتى بالضبط قداه فما منهم 425,000 خذاو جرعه اولى واقل شويه من 200,000 خذاو جرعتين. اوكي الكل في الكل فما 620,000 اللي أموا خذوا جرعة 620,000. لكن التونسي باقي خايف من التلقيح كأنه ما عنده ثقة في التلقيح. اليوم اللي يسمع فيه يقول لك أنا ما نحبش اللقح ولا يقول لك ما نحبش لقح لهم يا بابا شنو تقول له زي هيك؟ فما اللي يحب وفما اللي ما يحبش. فما اللي يحب ويكلمنا ويقول لنا أنا مازال ما جانيش الطريق وقتاش باش نعمل وباش نتعدى اكسيتيرا دونك هذا موجود اي سي بيان سي بيان. وفما اللي فما ناس متخوفين وفما ناس اللي ما سجلوش وفما ناس اللي ما بالبنين ومن بعد مادام هو عنده الشك حتى ما مشاش يسجل بالكل اكسيتيرا. دونك فما هذوما عده معناها، لكن بصفه عامه اللي نشوفوا فيه سكو الناس لا هي تقبل اكثر فاكثر للتلقيح. بدا فما وعي هو في المقابل فماش حملات تحسيسيه، مش قاعدين نشوفوا في حتى حمله تحسيسيه. والله بداوا شويه بعض الصور اللي هبتوا وانت نعرف شفتوا تبع يمكن بعض التصاور اللي هبتوا يهربوا زاد على ابو اي فما تصاور سامحني انا هما الليجيان مثلا الصور اللي لازم تظهر فيهم صوره مثاليه باش نشجع على الفاكسان ما كانتش موجوده دوب ما بدات الحمله.
لا نورمالمون تكون تتبع سي الهاشم. لا نتبع انا اما ساعات مو لازم تبدا عندك وقت باش تشوف التلفزه وبشوف الاذاعه وباش ما تنجمش تلقى الوقت خاطر النهار فيه 24 ساعه برك. في 24 ساعه لكن كي تكون في منصب حساس ومهم عندك معاك فريق يتبع. عندنا احنا عندنا شويه معلومات لكن بون سي فري ساعات نبداو. الكاميرا كاشي انجلينا 19 شفتها؟ انا ما شفتهاش اما حكاوا لي عليها. اي واللي فهمته انا اللي معناها لو ميساج اللي معناها التلقيح نجم يقتل حاجه من النوع هذا سو كي ني با بيان هي فريمون معناها انا ظهر لي معناها غلطه دار غلطه كبيره زاد النجم يقتل معناها في بلاد اللي هي ديجا تلقيح مازال كي جاي وقتها ومازلنا نحطوا في الناس باش يلقوا معناها الناس بتفضلك تحدي تعطي دي ميساج اللي هما غلطين مش تخوف اللي سمعته انا ما شفتهاش ما نتبعش الكاميرا كاشي ما نتبعش هي الكاميرا كاشي باش ياخذوا الجرعه تاع تاع الفاكسان ومن بعد شويه يظهروا عليه معرض اللي دوخ اللي تيح اللي زعما امريكا بعث دونك يعمل علاقه العلاقه بين الجرعه والمرض هذا يكون اون بوبليسيتي كونتر بوبليسيتي للتلقيح يقول لك دور ينجم يضر فما شخصيه معناها عالميه في تونس هي كلمني وقتها يقول لي راهو قعدت باهت يا هاشمي راهو فما هكا وهكا وهكا قلت له ابو قال لي فريمون يفو بوا قال لي تكلموش الايكا ولا حاجه قلت له ما اتصلتوش بالهيكا ها ما اتصلتوش انا لا انا خاتيني الحق كان فما اطراف اخرى انا ما اتصلتش وما عنديش معلومات اكثر اما سمعت بها وكهو ماهوش حاجه فينومينال مي بون سي دوماج جو تروف واضح نقعد مع الفاكسان نحكيو على اكثر فاكسان يمكن مثير للجدل استرازينيكا انا عارف انت من بعد قل لي مثير للجدل نعم ام لا الناس متخوفه منه الناس خايفه منه من العائله المالكه البريطانيه فما شكون توفى بعد الفاكسان بالاسترازينيكا العالم تقريبا وقف مده على استعماله تونس زاد وقفنا التعامل به من افريل احنا ما وقفناش خاطر عمرنا ما بديناه لكن ما عاودنا جبنا نعطيك التفاصيل بعد اعطيني التفاصيل اكثر الايامات التالي نعاودوا نستلموا جرعات اخرى من الاسترازينيكا باش نرجعوا لها بعد الفاصل و 27 جوان 2020 كان قرار سياسي ولا قرار علمي وهل اليوم سي الهاشمي ينجم يقول أخطأنا في قرار فتح الحدود في النهار ذاك نعم أم لا بعد الفاصل خليكم معنا راجعين الدوامة مع محمد الخماسي يا فهم على راديو مرحبا بكم من جديد الناس كل قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم الجزء الاخير من حوارنا لليوم مع ضيفي السيد الهاشمي الوزير شكرا لك سي الهاشمي لحد الان على الاجابه على كل الاسئله نشكرك على هذا الاسترازينيكا التلقيح المثير للجدل التونسي خايف منه مدام سونيا بالشيخ نعاود نقول كان ضيفه خلود مبروك اليوم في 90 دقيقه تقول عنده الحق التونسي باش يخاف بما انه الدوله ما تعرفش تفسر الوغ دونك ترجع حكايه التفسير دونك فماش جدل علميا ومنطقيا وبحثيا على الاسترازينيكا اكثر فاكسان عمل الاعراض جانبيه لا لا لا, 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 لا هكا غلط هذه غلط خلينا نحكيو تو باش نمشيو الاعراض هذه دوبل مش نتاعك انت هذا تري بيان غلط نسمعك فوالا خلينا نحكيو فيه دونك كل التلقيح وكل الادويه تنجم تكون عندها اعراض جانبيه فما ما نسميوها احنا ريسك بينيفيس انت تاخذ نوتيس تو مشي حل الدواء كل دواء فيه الاعراض ساعات كي تقرا تبهت راهو خاطر الناس تو تقرا في الدواء ويقول لك هذا هو يعمل ندرى شنو يعمل الجلطه في المخ ويعمل هكا ويعمل هكا ويجري دمك تلقاها في كل نوتيس موجود اما شنو تلقى يقول لك هذه فريكونس 1/100,000 واحد على 100,000 هذه واحد على مليون هذه راهو نادره جدا علاش يحطوها باش الواحد اللي ياخذ دواء هذاك ولا يعطيه له الطبيب ما يمشيش يشكي بالمخبر من بعد يقول لي عمل لي هكا ضمان للمخبر اي في سيكوندير كله يبدا محطوط باه اوكي دونك هذه مقدمه باش تبدا فيها ملي مهما حاجه دواء ولا تلقيح ولا هول في اعراض جانبيه وفي فائده باه نمشي لك للاخر توا الاسترازينيكا ولا التلقيح الموجوده كلهم ما فما حتى مقارنه بين الاعراض الجانبيه التي قد تحدث بصفه نادره والمنفعه نتاع التلقيح بصفه عامه هذا من الاخر باه تو باش نمشيو نرجعوا للاسترازينيكا كان تحب باش نحكي طبعا باش نقول لك اللي هو اكبر تلقيح اللي مستعمل في العالم للي اكثر تلقيح للي اعمارهم فوق 60 مستعمل لا مش فوق 60 مستعمل للا 16 اي بلس توا ماك تعرف حكايه الصغار جديده اي التراخيص اللي ماخوهم في العالم كله 16 ولا 16 ولا 18 سنه انت والتجارب وما فوق باه اوكي ده. وهو مستعمل في أكثر من 140 بلد اللي تحته
تلقيح فايزر اللي هو مستعمل في حوالي 90 بلد، جوش بتبدا عندك فكره نسبه النجاعه الفايزر غالي اعلى. اي ليه انت اللي تحكي على النجاعه؟ خاطر هتو نقول لك النجاعه شنو هي. خلينا نمشيو توا ديجا الاستعمال. اوكي هاني مش المشكل نتاع هذايا ما فماش حكايه نجاعه. ما نحكيوش على النجاعه، المشكل اللي تحكيه والجدل اللي قلت عليه واللي في فرنسا ما عادش الناس تخاف منه اكسيتيرا ما عندوش علاقه بالنجاعه، خاطر النجاعه موجوده. باهي اوكي. العلاقه شنو هي؟ العلاقه هي عنده اعراض جانبيه نادره جدا ما بين واحد والحالتين ولا اربعه خمسه حالات ساعات على المليون شخص اللي ياخذوا، وهذوكم اللي صار على خاطرهم تعليق في عده بلدان، تعليق تعليق استعمال التلقيح واضح، ومن بعد رجعوا كلهم. فما بلد واحد في العالم ما رجعش، هو الدنمارك. الدنمارك على خاطر عنده دوتر تيب دو فاكسان، انواع اخرى، اللي هو قال لك لا انا فك عليا الناس ما يحبوش وانا علقت وما عادش بنرجع. واضح. اوكي بريطانيا بلد بريطانيا عظمى طبعا، متقدمه في الصحه، متقدمه معناها متقدمه بالقدام بالقدام، فهمت؟ بريطانيا توا اللي معناها رجعوا البلاد ورجعوا يعيشوا، ما لقحوا كان بالتلقيح استرازينيكا. أغلبية التلقيح اللي استعملت في بريطانيا هو تلقيح أسترازينيكا، وعمرهم لا علقوه ولا رجعوه من اللي بدأ يخدم إلى لكن موجة انتقادات كبيرة عليه حتى في بريطانيا الأسترازينيكا. مسيرش هو أصلي دونك الحالات اللي نحب نفهم منك، خلينا نرجعوا لهم الحاجات، نحب نفهم منك كي تقول لي مسيرش الحالات اللي صارت شنية باش تبعني شوية بتدقق باش نعطيه بلوز. أنا معاك باش نسمعك. الحالات هي تعطي تخثر في الدم لي تروبل دو لا كوغولاسيون باهي entre autres يعطيو ce qu'on appelle des thromboses veineuses. معناها dans les veines مكتعب في الفيسو في مارتير وفين pendant les veines يصير un caillou اللي il touche essentiellement فما زوز معناها اماكن اللي يصير تخاثر في الدم في المخ والقلب وفي le système digestif تريبيا المعده. التخاثر هذا يجي في من الاول كيف علقوا وشوفوا وشافوا في العباد، لقاو في الناس اللي اعمارهم الكبار في السن اللي النسبه نتاع التخاثر في الدم نتاع الناس اللي خذوا التلقيح هي كيما النسبة متاع الناس اللي يعملوا تخاثر في الدم من نوع هذا اللي ما خذوش تلقيح. ما يتبدل حد شيء؟ ما يتبدل حد شيء. اش لقاو؟ كي تشوف انت بوبيلاسيون جينيرال، تشوف الناس اللي خذوا تلقيح، خاطر هو علاش؟ اللي خذوا تلقيح قعدنا نتبعوا فيهم بالكدا بالكدا. سويفي لقينا شنو صار؟ سويفي بيان سور، كي تلقى حاجة، كي حتى واحد تضربوا كهرباء، تقول بالك شي داخ هو باش يشق وكذا. بون بعد انت تجي تشوف تلقى مثلا اللي خذوا التلقيح فيهم 10 ضربتهم كهرباء. تجي تشوف انت فرد عدد نتاع الناس اللي ما خذوش التلقيح تلقى فما 10، تقول اوكي دونك اللي واحد تضربوا كهرباء ما عندهاش علاقه بالتلقيح. واضح. اوكي. شو صار من بعد؟ صارت لمم لي كا في ناس اللي هما عمرهم اصغر، خاصة للنساء اللي هما اوناج دو بروكرياسيون احنا نقولوا، النساء اللي تنجم تحبل وتنجم تولد. دونك صغار مازالوا. لقاو هذاك صحيح فما اون سور فريكونس، فما عدد اكبر من اللي هو تلقاه في المجتمع اللي ما العادي بدون تلقيح. اوكي دونك مي حالات نادره كما قلت لك، معناها 3 4 في المليون 5 في الفئه هذه. اوكي دونك فما بلدان رجعوه وقالوا الناس كل تاخذوا، وفما بلدان كيما فرنسا مثلا رجعته وقالت هذايا نعطيوه للناس اللي عمرهم اكثر من 65 سنه 55 سنه 55 طبعا. اي 55 بون احنا في تونس تبعنا هذا كله، واحنا تلقيح مازلنا ما استعملناش الى يومنا هذا، وخذينا منه ما احنا ايامات التالي على خاطر هو خذا الرخصه لا امام هي لها مده، خذاها من شهر فيفري يظهر لي من اول التلقيح اللي عطى الملف وخذا الرخصه كل شيء في تونس وفي بلدان اخرى. اليبوك وقتها نعتمدوا على التجارب السريريه والمرحله الثالثه اللي هي تاخو اقصى ما يجي 50 و 60 الف واحد اللي مظهرش الاعراض هذه على خاطر نادره جدا. وقتاش فهمناهم وتبعناهم؟ وقت اللي صار استعماله احنا نقولوا دون لا فري في، كيف خذوه مئات الملايين من الاشخاص وقتها بدايه وقتها ظهر 20 30 40 60. نحن كي ناخذوا كي ناخذوا هكا فاكسان هكا تصير عليه تجارب نثبتوا فيه في تونس ولا سي ما دام عنده سيرتيفيكا يدخل ديريكت ويبدا معمول به؟ خذا التراخيص اللي هو ياخوها في مهما بلاد عالميا معروفه المنظومه، نجم ندخلوا لها في الديتاي. فما معناها فما بليزيور بروسيدور اللي هي طبقت، والترخيص اللي خذاه خذاه، ومش هذا برك مش ترخيص تونسي برك، راهو خذاه هو البري كاليفيكاسيون احنا نقولوا لها تاع المنظمه العالميه للصحه في التصنيع تاع
تمشي تشوف حتى الكونترول كيفاش كيفية التصنيع في المخابر بيدهم. اخذ ايضا التراخيص نتاع المنظمه الاوروبيه لاجونس اوروبيه دو ميديكامون، التراخيص نتاع الاف دي اي لاجونس امريكيه للدواء، ماخذ التراخيص الكل. معناها ماهوش حاجه اللي واضح، معناها ماهوش حاجه تخوف بارابور للاخر. ايه هاني قلت لك حاجه، ككل دواء فيه منفعه وهي معناها فعاله ومعروفه ومتاكده، وفيه اعراض جانبيه قد تحدث بصفه نادره جدا. واحنا نزيدك على هذا، الاعراض الجانبيه نعرفوها وشفناها ودققناها ونعرفوا كيفاش نعالجوها وكيفاش نفيقوا بها. هذا كلام مطمئن، هذا الكلام ان نعرفوا نجم نداويوا كلام مطمئن، لكن كي تقول لي ككل دواء عنده اعراض جانبيه كلام غير مطمئن بصراحه. علاش غير مطمئن؟ علاش علاش ما سمعتش الكلام هذا مثلا على فايزر؟ علاش يقول لك التونسي موجود حتى بفايزر؟ فما طب فايزر الحاجه اللي نجم معناها يعطي ويقولوا يعطي دي شوك انافيلاكتيك يسموه رياكسيون اليرجيك، كيما ياخذ البنسلين اما بصفه اقل برشا من البنسلين، فهمت؟ لكن هذه معروفه موجود واحنا محضرين لها. واحنا في المراكز باش تبدا في بالك في المراكز نتاع التلقيح الكل فما دي زومبولونس وفما لي مويا في صوره ما جاتش الحكايه هذه والحمد لله. واضح بين الرياكسيون هكا اليرجيك وبين جلطه تختلف كل الاختلاف. اي حتى الحالات لا معناها فما حالات النادرة فما دراسات اخرى زاده ورات حاجات بون طوم ماهوش وقته باش نحكيو خاطر طبعا معمق، لكن معناها يفو فريمون معناها الناس ما تخافش من الحكايات هذيا، يلزم معناها تمشي وتستثيق في الناس نتاعها، تستثيق في المنظومه نتاعها، في منظومه الادويه في البلاد التونسيه بصفه عامه من احسن المنظومات عالميا. في تونس ما تلقاش الدواء يتباع في الشارع ولا يتباع في الـ في الـ في الـ في الحانوت في البرويته ولا في الوحده، في افريقيا تلقى، في بلدان اخرى تلقى تمشي تلقى يتباع في بلاصه. صحيح دونك هذاك يوريك اللي لو سيستيم فيه كونترول وكل شيء. قبل ما نسالك على الرؤساء الثلاثه نتاعنا خذاو الفاكسان نتاعهم وكل ولا لين بعد، قل لي قلت باش نمشيو في فكره حجر شامل باش يكون وقت التلقيح، ما مشيناش فيه شنو وقت؟ ما فهمتكش. وقت اللي تجي الفاكسان ونبداو في حمله هو من التلقيح. احسن هو الايديال باقي التلقيح يصير للحمايه ضد مرض اللي باش يجي، هذاك الهدف نتاع التلقيح. كي انت تعمله في بيريود اللي فيها انتشار كبير ماهيش احسن وقت باش تعملوه معناها لكن كي نبداو مجبورين باش نعملوه، معناها احنا الهدف نتاعنا سيكو نلقحوا اكثر ما يمكن على خاطر الانسان اللي باش نلقحوه باش نمكلو له من المناعه باش نحميوه ضد المرض هذا كان جاه، دونك باقي فائده. واضح. الرؤساء نتاعنا ثلاثه خذاو تلقيحهم. الوغ اللي في بالي فما زوز اللي خذاو خاطر شفناهم انت فما شفناهم في التصاور وكل شيء، والسيد رئيس الجمهوريه ما نعرفش الحق انت وصلوا لي فاكسان. سمعنا كيما الناس الكل انهم وصلوا قبل حتى الاهلين على المواطن العادي. تحكي على شكون انت؟ على الرؤساء الثلاثه انه عندنا دي فاكسان وصلوا لتونس قبل المده وتوجهوا رئاسه الجمهوريه وثم توزعوا قالوا مشيت سمعت لي بيان سور سمعنا كي الناس الكل فما معناها هيبه جات من بلد معين وجات كميه ماهيش كبيره برشا 500 جرهات لرئاسه الجمهوريه. وانا في بالي من بعد خاطر انا ما كنتش في بالي من الاول زميلي زميلي الطبيب العسكري سي فرجاني دونك ما قال لنا بعد اللي هو جات للرئاسة والرئاسة سلمتها للمؤسسة العسكرية. ولا دونك ما عندكش فكرة؟ ما نعرفش كان خذاها ما خذاش الحق تاع ربي ما نعرفش انا باهي مانيش في ما عندكش المعلومة دون لي سكري تري بيان ما عندكش المعلومة. نحكيو على اللجنة العلمية والقرارات السياسية. القرارات تاع اللجنة العلمية هذا رابوري انا شنو يقول ولكم سديد النظر هكا المعمول به يعني في الكواليس هذا شنو يصير؟ باش نقول لك كيفاش يصير بالضبط. خاطر علاش؟ خاطر انا عضو في اللجنه العلميه وايضا عضو في اللجنه القوميه لمكافحه الفيروس اللي يشرف عليها السيد رئيس الحكومه. باهي دونك نشوف اللي نتداولوه واللي نتناقشوه في اللجنه العلميه فما شنو يصير مريض نشوف شنو اللي يصير في الواحد. تري بيان نقول لك كيفاش تصير العمليه. اعطيني فهمتني؟ دونك في اللجنه العلميه باقي نشوفوا الامور اللي عندها علاقه علميه بحت اللي في علاقه بانتشار الفيروس، نوع السلالات، كيفاش يقولوها هي التحاليل، الوضعيه الوبائيه بصفه عامه، وما يجب استعماله كوسائل وقائيه ولا حتى وسائل علاجيه. تري بيان هذايا هذا يصير وتصير دي ريكومونداسيون مقترحات. فوالا هاو شنو ننصحوكم تعملوا. هذا انت تعطي الملف واضح اكزاكتومون ولكم سديد النظر. لا مش ولكم احنا نقعد قلت لك نمشيو معهم بعدي انا الشخص اللي وفما عده من زملائي اخرين اللي قلت لك في اللجنه العلميه يوم نحضروا
ويحسن لنا شرف في اللجنة القومية لمجابهة رئيس الحكومة اللي عنده ثقة فينا ويستدعينا باش نحضروا في الاجتماع اللي يعملوه بصفة دورية اللي يحضروا فيه جزء كبير من أعضاء الحكومة. أي قل يصير هاجم شنو يصير؟ قل يصير يصير دابور الوضع الوبائي يعاود يتطرح ويعاود يتفسر باه، ومن بعد تصيروا مناقشة المقترحات هي مقترحات علمية عندها علاقة ديركت لصحة المواطن، لكن إذا تنظر وتحلل من زاويات أخرى اللي هي عندها علاقة في الـ في الـ في منعرفش أنا في الـ في الأمن، عندها علاقة مع الوضعية الاقتصادية، الوضعية الاجتماعية، عندها 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 وضع. لا لا نحكي لك لي شوز كونكريت اللي تحكي وتقول لي سياسي عمري ما ريت هذا قالوا الحزب هذا يحب ولا الحزب هذا ما يحبش، نحكي لك لو كونكري كي سو في. أما يقولوه الوزراء والسياسيين اللي هما حول السيد رئيس الحكومة أيضا، فهمت؟ دونك الحاجات الأخرين نقول لك هذه تنجم تطبق، مثلا فما حاجات كيف نقولوهم يجي يقول لك المسؤول على الأمن يقول لك هذه ما نجمش نطبقوها، فهمت؟ صعيبة هذه. كيما مثلا كيما التنقل بين الولايات مثلا، هذه من العملية الحاجات اللي فهمت أنا تو اللي صعيب استعمالها، بون ما كنتش نعرف الحكاية هذه، فهمت؟ دونك اون فوا تصير الحكاية هكا يصير معناها، وحتى تصير نقاش راهو. سي الهاشمي الوزير خلينا بإيجاز، نجم تقول أخطأنا التقييم في قرار فتح الحدود 27 جوان 2020 اللي صار شنو سورتو كحكايه كنت تفكروا الكلاسمون تاع البلدان، بلدان خضر وبلدان برتقالي وبلدان احمر، وحنا جاونا برشا ناس من بلدان اللي هو كانوا مصنفين خضر. شو معناه مصنفين خضر وقتها؟ كانوا يجيونا يدخلوا لا بي سي ار ولا حجر صحي ديريكت. هذاك اللي تسبب اللي شفناه طرعشناه، تسبب في انتشار هذايا البؤر وانتشار فما دول اليوم خرجوا احمر غدوه الصباح رجعوا خضر. صارت حاجات هكا هو معتمده دابور سيتي ريكومونداسيون مش بنقول لكم تاع المنظمه العالميه للصحه توسكي معناها لو تروك ريغلومونتير لو سانيتير لو ريغلومون سانيتير انترناسيونال سميوه. وايضا فما حاجات اخرين اللي فقنا بهم بعد اللي يلباغي فما ناس حتى البلدان الحمر والبلدان البرتقالي اللي لازم يجيب تحليل سلبي، فما التحليل الناس تقول مضروب معناها التحليل معناها انفو اي طبعا موجود حتى فرنسا ما تقبلش تحليلنا اليوم الناس ويعرفوا رواحهم. دونك هذوما صاروا مع الاسف هما اللي صار انتشار. ونقول لك حاجه اخرى تقول لي لو كان وكان الانتشار والموجه اللي صارت دو فاسون سانكرون في العالم كله مهما كانت البلدان ومهما كانوا الوسائل لم نخطئ التقييم صفر حاله في تونس نحلوا الحدود. لا فسرت لك اللي راهو تطور الحاله عالميا العدد يرتفع في جميع بلدان العالم، لكن نمشيو في الدول اللي اختارت تعمل الكونفينمون توتال هذاك وتسكر على روح الحدود البريه. قداش مسكرين دابور ما كناش نجموا نقعدوا باقي مسكرين فوالا هوني، ولا قرار اقتصادي يهم السياسه اكثر منه من قرار علمي. لا انت قرار علمي انت تو كان جي اليوم تقول اي كل واحد يقعد في داره ما عادش يخرج ما عادش تولي حاله، لكن وقت اللي كنا صفر حاله كنا نجموا نزيدوا نصبروا شهر شهرين وتتعدى الازمه وترجع كيف كيف تو كي تولي. شوف اليوم الامباكت اللي عنده عام كامل. اي اخطانا ام لم نخطئ؟ انا هاني قلت لك سؤال اخير، اخطانا ام لم نخطئ؟ النجم نقول لك اللي يمكن فما تون نعاود نشوفوا معناها لي زوتر بارامتر وكل شيء. انا خسرت تحديدك لي زارغومون. اخطانا ام لم نخطئ التقييم سي الهاشمي الوزير يوم 27 جوان 2020؟ والله صعيب باش نجاوب عليها الحق تاع ربي، صعيب على خاطر ما تنجمش تعرف انت، ما تنجمش تتصور قبل اللي باش يجيك تحليل مدلس مثلا، انت تخمم وتقول التحليل لازم يكون قبل بنهار وقبل بنهارين، ومن بعد يجيك واحد تفيق به اللي هو يعمل لك كل يوم كان تحب وهو مدلس. دونك هذا صعيب باش تقول. ما تحبش تقول لي اخطانا؟ انا ما نحبش نقول اخطانا خاطر الناس كلنا معناها جروب كامل لهين نتبعوا ولهين نواكبوا الوضعيات، ومعناها صار اللي باش يصير وكملنا تبعنا وكملنا عملنا كل ما يجب معناها كيفاش يقولوها على كل برشا اللي كانوا موجودين في اللجنه وقتها يقولوا اخطانا وحلين الحدود هو غلطه كبيره صارت في تاريخ تونس. لا معناها يقعد مسكر حتى لتو؟ لا مش حتى لتو، شهر ولا شهرين تعديوا الازمه وقتها تعديت الازمه عالميه. احنا صفر حاله في تونس ما تعديتش عالميه. معك انا حبيتك تقول لي اخطانا ولا حبيت نعرف الاجابه باش نقول لك نعتذر ولا ما نعتذرش. من انا كي قلت لك ايزيتون معناها يا دي دو فما حاجات اللي نجم نكونوا اخطأ ما عادش عندي وقت سي الهجم
أخطأنا ولا لم نخطأ؟ ما هيش ترانشانت خطأ ولا مش خطأ؟ نعتذر ولا ما نعتذروش متوينس على القرار هذاك؟ لا مش حكيت احتذار، احنا عملنا الخدمة واضح. كل شيء بكل معناها جدية، ما هيش حكيت اعتذار ولا نهار آخر بشيوالي يقول لك لا أنت عملت ولا ما عملتش، لا سي با سا، هي فما معناها دي 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 كيما اون اناليز، معناها فما حاجات اللي هي تنجم تكون من نوع الخطا وفما حاجات نجم تكون ماهيش خطا واضح. لكن لا سانتيز الا ابوتي اللي شفناه للنتيجه هذه. شكرا لك سيد هاشمي الوزير مدير معهد باستور وايضا رئيس اللجنه الوطنيه للتلقيح. كما بدينا بالالتزام نكملوا بالقسم، قسما بشرف كنت صادق بنسبه قديش في الاجابه على الاسئله تلت الحوار سي هاشمي؟ يظهر لي حوالي 100%. 100% حوالي 100%. شكرا لك سيد هاشمي الوزير، تحيه لكم كامل الفريق. انا ما بقى لي كنقول لكم نتقابلوا غدوه ان شاء الله في حلقه جديده من الدوامه. شكرا لكم، نهاركم اسعد الايام.